صباح الخير يا تالت، أخذنا المرة الماضية عن Organize My Folder، عرفنا شو تعريف الفولدر، حكينا إنه شو هي خصائص الفولدر، إنه بقدر أعمل Creating a New Folder، حكينا إنه بقدر أسمي الفولدر وبقدر أعمل Sub Folders، تمام؟ حكينا ثلاث عمليات أنا بقدر أعملهم على الفولدر اللي هي Creating a New Folder، يعني أنشئ مجلد أو فولدر جديد، إني أسمي الفولدر وإني أعمل سب فولدر إنه مجلدات ثانوية داخل المجلد الرئيسي الموجود عندي. وحكينا رابع إشي عن الموفينج أو كوبينج أ فولدر، تمام؟ هلا بدي أرجع أعيد شغلة يا مس بصفحة 88، كيف أنا أعمل موف أو كوبي للفولدر، تمام؟ بدي أرجع أعيد على السريع. بروح أول إشي يا مس، بدي أنشئ creating a new folder، بروح على أي مكان فاضي على سطح المكتب، بكبس الكبسة اليمين right click من الماوس، بختار new، من new شو بختار folder. أوكي، هلأ بسمي الفولدر اللي بدي إياه، مثلا بدي أسميه أنا دروس محوسبة. أوكي، أسميه دروس محوسبة. أوكي، انا هيك سميته. اوكي، هلا بدي اعمل موف اور كوبي للفولدرز اللي انا سويتهم. بروح مثلا انا على الملف عفوا، بروح على الفايل اللي انا بدي اياه، وبختار الفايل او الفولدر اللي بدي اعمل لهم نقل موف اور كوبي، نسخ. شوفوا شو بعمل يا مس، مثلا انا بدي اعمل كوبي لهذا الملف، يعني بدي اخذ نسخه عنه واحطه بدروس محوسبه. اوكي، بروح على الفايل، بضغط او بكبس الكبسه اليمين من الفقره، بختار امر كوبي، تمام يا مس. بروح على المجلد اللي انا بدي اياه بفتحه. اوكي، لما افتح المجلد الفولدر اللي انا بدي اياه، بكبس الكبسه اليمين من الفقره، شو بختار بيست، تمام. شوفوا هي انا اخذت نسخه، لو بدي اطلع يا مس على هون، شوفوا يا مس، هي اخذت هي الملف الاصلي موجود عندي هيو برا على الديسكتوب، اخذت منه نسخه هون، تمام. مثلا انا بدي اخلاقيات العمل، بدي اعمل له عمليه نقل موف، تمام. بكبس الكبسه اليمين من الفقره، بروح عليه الكبسه اليمين من الفقره، بختار امر كت، كت عشان اعمل نقل، تمام يا تالت. كت بعمل موف، يعني بعمل نقل، باخده من محله وبحطه بمكان ثاني، تمام. لما اعمل كت، شوفوا يا مس، بروح على الفولدر اللي انا بدي اياه هيو مفتوح، تمام. بعمل رايت كليك، بختار الامر بيست، تمام. شوفوا هيو اخلاقيات التعامل مع شبكه الانترنت صار هون وبطل موجود عندي هون. ليش؟ لان انا عملت موف، حركته من مكانه، اخذته من مكانه وحطيته بمكان اخر. هذا الامر شو اسمه؟ كت، يعني اعمل نقل او اعمل موف من مكانه الاصلي واحطه بمكان ثاني. اما اذا انا بدي اخذ نسخه عنه، شوفوا باجي عليه رايت كليك، باخذ الامر كوبي، سوري، باجي رايت كليك، باخذ الامر كوبي، تمام، وبحطه هون على المكان اللي انا بدي اياه. شو باجي بعمل بيست، شوفوا هيضل بمكانه لما عملت امر كوبي، واخذ نسخه عنه حط لي اياها بالمكان اللي انا بدي اياه، تمام. اذا فرقنا بين الامر كوبي والامر كت. الكوبي بيعمل يا مس نسخة، بيخلي الملف بمكانه أو المجلد بمكانه. هلأ مش شرط بس ملفاتي، مثلا بقدر باخذ هذا فولدر، شايفينه لونه أصفر، باجي بعمل رايت كليك عليه، بعمل كوبي، باجي على المكان اللي أنا بدي أحطه فيه، بعمل بيست، تمام. شوفوا هي عم بعمل لي، بس أنا بدي أعمل إشي لأنه هذا رح يطول معي، تمام. بدي أعمل كانسل، بدي أخذ مثلا فولدر يكون هون، خلينا نشوف هذا الفولدر، تمام. رايت كليك، ناخد كوبي عنه، نحطه هون، بيست. اوكي، شوفوا هي نقل لي اياه، تمام. هلا هون هذا ليش انا عملت له كانسل؟ لانه رح في ملفات كثيره، فرح يطول هو عم بنسخ لي اياه مس بالملفات، تمام. شوفوا هون نزل اللي قدر ينسخهم، تمام. ميزنا يا مس بين الامر كت والامر كوبي. الكت بيعمل موف، يعني بياخذه من مكانه وبحطه بمكان اخر، لكن الكوبي انه بياخذ نسخه عنها، كاني انا عم بعمل تصوير عن الاشي اللي انا بدي اياه. هذا بالنسبه لامر الكوبي اور موفينج ا فولدر، تمام. كوبي اور موفينج ا فولدر، هذا مس رقم 4